انا مصدومه، جبت الايفون ولا درهم، حتى فلوس، حتى اورو. ويلي ممكن عرفتوا انا شحال جايبه في هذا الموضوع قانون الجد، وباقه كنتصدم على حاجات ملي كيوقعوا لي اولا يتجذبوا لي الحاجات. اسمي فوال، وشفتي شنو وقع ولا ما شفتي شي؟ انا مصدومه. شوفوا بقاو معايا في هذا الفيديو باش نعاود لكم كلشي، نعاود لكم ستوري تايم كيفاش انا جبت ايفون. يعني غير هاد الايامات عملتو في بالي. اش كنقول لكم انا هاد الشهر هذا فيه الطاقه عاليه بزاف، جذبتو عملتو في بالي وجاني. اوكي اول حاجه عملوا لي لايكات، انا عارفه يعجبكم فيديو. شوف 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 هاتي الايفون. عارفه غادي يعجبكم فيديو، اللي هادشي كنقول لكم زعما عملوا لي لايكات باش اصلا هاد الفيديو يطلع، باش انا كنتشجع نعمل فيديوهات اكثر ونعاود لكم على الحاجه ديالي اكثر. انا كيوقع لي بزاف د الحاجات ولكن ما كنطلعش نهائي نعاود لكم، حيت كنشوف ما كاينش مشاهدات بزاف، ما كاينش التعاليق بزاف، الناس كيشوفوا ما كيعملوا شي جيم او ما بقاش شي كتفاعلوا معايا فحال شحال هادي. يعني كي كتشوفوا الفيديو ولكن ما كتعلقوش، ما كتعملوا شي جيم لا حتى شي حاجه. ما علينا، دينترو قصه، جي نعاود لكم القصه شنو هي. المهم نبدا لكم القصه. انا كنت موعده بني انني ولا نجح غادي نشري له الايفون، هو وفى بوعده ونجح، ولكن انا ما وفتش بوعدي. حيت ملي وصل داك الوقت اللي انه هو نجح، انا ما كانش عندي فلوس باش نشري له تليفون. طبعا للاسف ما قدرتش نشري له تليفون في ديك الساعه. انا شنو عملت في بالي؟ عملت في بالي قلت دابا يجي بشي طريقه. انا ما فكرتش بانني نعمل الجذب باش نشري، نعمل الجذب نبني. يعني كيف ما حنا كنعرفوا في العلم الجذب، ما كتقدرش تجذب لشي واحد اخر، يعني ما تقدرش تعمل الجذب لشي واحد اخر. اوكي، انا قلت لا ما غادي نعملش الجذب، لان هو التليفون اصلا نبني، ما يمكنليش نعمل الجذب من واحد بيرسونا اخرى واخا يكون بنك ولا ماماك ولا باك ولا اقرب شخص الي. مشات ايام وجات ايام، وطبعا فلوس ما كيتجمعوش لان كاينين غاستوس. ما يمكنش نجمع فلوس انا وعندي بزاف ديال الغاست. المهم اخوتي بقيت عامله في بالي ديك التليفون، وهي تجيني واحد الفكره، غير ماشي بزاف جاتني واحد الفكره، قلت انا هاد التليفون هذا غادي نعمل الجد من راسي، ما غادي نعملش الجد مثلا انا غادي نجذبو نبني او لا شي حاجه، لا انا غادي نعمل الجد من راسي وغادي نشوف واش غيجيني. عملت الجد، كتبته في واحد الورقه وعملت له الجد غير ليله وحده. الجد عملته في بالي، وعملت في بالي بانني انا صافي، انا داك الايفون غادي يجي سي او سي. يعني في هذه اللقطه هذه شنو حيت التعلق، قلت انا يسطا داك ايفون غادي يجي، الى جا دابا جا حتى نص العام جا هذا ماشي مشكل، غيجي. داز واحد الوقت قصير، يعني انا ما نقدرش نقول لكم شحال داز الوقت حيت انا ما كنتش عامله بالي مع داك الجد ولا حتى شي حاجه، نسيتو. انا قلت لكم انا كنكتب الورقه اولا ملي كنعمل الجد وداكشي كننسى، كيمشي لي من بالي مره وكنمشي مع الحياه، كنبقى نشوف شنو كاينه في الحياه. انا كل ما كنتفكرك كنقول ويلي ممكن. من مور داكشي في يوم من الايام حنايا كنتسالاو انا وبني، قلت له يلا نخرجوا باش نشوفوا الايفون اللي خصك ونعرفوا نعرفوا الاثمنه ونشوفوا ندوزوا على محلات كنعمل له بريباراسيون اولا كنعمل السعي. قلت له غادي ندوزوا على محلات ونشوفوا في ديك المحلات فين هو ارخص، فين هو يعني حنايا عندنا هنايا في اسبانيا بزاف د المحلات اللي تقدر تشري منهم الايفونات من غير ابل، كاينه مواطع اخرين تقدر تشري فيهم الايفونات. فانا قلت له يلا ندورو ونشوفو فين هو ارخص وداكشي باش ملي غيكونوا عندنا فلوس غادي نعرفو فين نمشيو. وصلنا لواحد المحل، مشينا كنسقسيو كنشوفو كنهضروا مع لا بيرسونا وكنهضروا داكشي، وهي تقول لي واش غادي تشريوه دابا حيت اليوم عندكم ديسكاونت، ديسكوينتو يعني كاينه واحد اوفرتا زعما اليوم بان بحال شنو كيقولوا تقدروا تشريوه. جيت انا قلت لا حنا ما غادي نشريوهش اليوم واخا يكون ديسكاونت شحال ما كان. بقيت كنهضر مع داك امبلي هذا، انا قلت لا طبعا غادي نرجع موراه نشريه. قالت لي ها هو كاين في هاد الالوان وما كاينش هاد الالوان تقاده. المهم بقات كتشرح لي شويش، بقات كتشوف اورديناتور هي شنو. ملي قلت لها انا غادي نرجع نشريه، قالت لي شوف انا غادي تيني اسمك واصلك والنمره التليفون ديالك باش هي، انا فهمتها هي قالت لي زعما انا غادي نكتبوني وانا ولكن انا فهمتها هي خصها تكتب بنتها بان داك بنتها هي ديالها باش حتى ولا رجعت شريته غادي تكتب ديك بنتها عليها. شنو هي بنتها؟ هي ديك زعما داك اللي شريتو غادي تكتب عليها وهو غيجيها كوميسيون، يعني يخلصوها
على داك التليفون اللي بعثو باسمها هي. دخلت لي الاسم ديالي والاصل ديالي والتليفون ديالي وهي طلع لها واحد الحاجه في بانتايا، قالت لي اوي تينا عندك هنا عندك معنا واحد كارطه ترخيطه، يعني واحد الكارطه. جيت انا قلت لها اه انا كنت عملتها شحال هذه، وهي تقول لي هذا الترخيطه هذه عندك فيها اللي تقدر تجبد اي حاجه بغيتيها من هذا المحل هذا، وتقدر تخلصها حتى الشهر اللي ما جي، ما تخلصش هذا الشهر هذا، كتخلصها بطريف بطريف. قلت لها كيفاش؟ قالت لي عندك فيها واحد الفلوس مثلا ديك الترخيطه عندك فيها 1000 الاورو، واحد المثال كنعطيكم، عندك فيها واحد المقدار ديال الفلوس اللي تقدر تينا تخرجوا الا بغيتيه فلوس، يعني تصيفطوا الترخيطه ديالك او تشري به شي حاجه من هنايا من هذا المحل، تشري به اي حاجه بغيتي هنايا. قلت لها كيفاش زعما نقدر جاتي جاتي وراتني اوردينور، قالت لي شوف ها اسمك وها شحال ها المقدار ديال الفلوس اللي عندك، تقدر تخرج اي حاجه بغيتي في هذا المقدار ديال الفلوس اللي عندك. جيت انا قلت لها ويلي ولكن انا ما خداماشي في هذه الساعه، يعني ما يمكنش يعطيوني. قالت لي لا الا كنتي غتخرج اكثر من هذا المقدار ديال الفلوس ديك الساعه خصك تكون خدامه، كيطلبوا لك كونتراتو ديال الخدمه، كيطلبوا لك زعما داك النوميناس وداك شحال كتخلص وداك الشيء، ولكن انتينا ديجا اصلا عندك هذا المقدار هذا الفلوس تقدر تخرجوا واخا ما خداماش، تبقى تخرج يعني تخلص طريف طريف بش في الشهر. لهذه انا كتجيني مزيانه، كتجيني سوبر بيان بانني انا نخلص بطريف بطريف في الشهر ونخرج داك التليفون، ويبقى عليا يعني صافي داك المقدار ديال الفلوس هو اللي غادي نخرج به داك التليفون هو اللي غيبقى عليا. بنت قالت لي شوف عندك 10 شهور غتبقى تخلص باش تقدر تسدد هاد الدين، بحال نقول لك الدين باش تسدد هاد الدين وتقدر تخرج تليفون دابا. قلت لها دابا دابا دابا، قالت لي دابا 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 دابا. قلت لها شنو كتحتاج؟ قالت لي كنحتاج غير لاكارت ناسيونال ديالك وصافي. لاكارت ناسيونال ديالي وخرجنا من تما من المحل بالتليفون، وحتى الشهر يعني حتى الشهر اللي ما جي اللي موراه عاد غادي يديو الدفعه الاولى ديال ديك الفلوس، وغادي نبقى 10 شهور كنخلص بطريف بطريف، يعني بكوموديداد بالراحه بكل شيء، ما فيهاش الربا اللي غادي يسقسيني واش هادي زعما فيها الربا ولا شي حاجه، ما فيهاش الربا، يعني غنخلص داكشي اللي غيبيعو باش غيبيعوه لي غادي نخلصو، وما كيبيعوه واحد شويه زايد ولكن وصافي. ديك الساعه بني فرح بزاف، هو ما كانش كيثق بهذا قانون الجد، وتا هو بقى كيقول لي صافي انا هاد الليله ماما غادي نبدا نكتب وغادي تينا نعمل الجد. جاتي انكريبل. اللي بغيت نقول لكم بهاد الستوريا هي ان الجد كاين، كل مره نزيد نثق، ماشي كل مره كنزيد نثق، طبعا انا ثايقه طبعا، ولكن زعما كل مره كنزيد كيجيني ديك الانبهار، فهمتوا؟ كنتبهر بالكون اللي مسخر طبعا عند الاله اولا ربي، كيفاش علاش ربي كيقول كنقولوا بان ما تخططش نربي الطريق، كيفاش غيجيوك فلوس اولا كيفاش غيجيك غتجيك ديك الحاجه، عمرك ما تخطط نربي الطريق دي كيفاش غتجيك واحد الحاجه. علاش؟ حيت ملي كتطلب نتينا شي حاجه من الله الخالق ديالك عمرك ما تخطط، عمرك ما تقول انا ربي طلبت له هادشي ولكن لا من هاد الطريق هادي لا لا والو انا فهاد الساعه ما عنديش كيفاش نعمل داكشي، عمرك راه كيوقع المستحيل، كيوقع الحاجه اللي ما تخطر لكش على البال اللي ما تجيكش اصلا على بالك شي حاجه كتوقع، فهمتوا؟ وشي حاجه ما صدفه في هاد الحياه. انا ملي قلت نبني يلاه نمشيو نبريباريو لا كومبرا اولا نشوفو فين ندورو على المحلات ونشوفو ونعملو بالحساب ديالنا ونعرفو فين غادي نقدروا نمشيو باش ملي يكونوا عندنا فلوس نمشيو نيشان، هذه ما كانتش صدفه، هذه كانت طريقه كونيه بانني نوض ونمشي لان رزقي كيتسناني في واحد المطعم.